لك تحررك كامرأة وحبك للسراويل ما إلك غنى عن التنورة هيدا الموسم. ظهرت التنورة رحبة بألوان حالمة على منصة مونيك لوليه. أما على منصة موغلر فكانت جريئة وبسيطة، مثالية لسهرة استثنائية. بينما الطول المعتدل والكلاسيكي اعتمدته نينا ريتشي بألوان حيوية وهادية. نصيحتي الذهبية لإلك ما تحش بنظرك عن تنورة أرماني المنسدلة لإعادة تعريف الأنوثة بموسم ربيع وصيف 2015.